ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت الساحة المجاورة لمسجد أهل الله بمنطقة زواغة بمدينة فاس مساء اليوم حالة من الشد والجذب بين عناصر القوات العمومية وبين مواطنين خرجوا للمطالبة بفتح المساجد لأداء صلاة التراويح والإفراج عن أشخاص جرى اعتقالهم اليوم بسبب خرق حظر التنقل الليلي مساء يوم أمس. وشهدت المنطقة إنزالا مكثفا للقوات العمومية في حين قام بعض المواطنين بأداء الصلاة في الشارع العام وتدخلت القوات العمومية لفض هذه التجمعات. وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت صباح اليوم مجموعة من الأشخاص منهم منتسبون إلى اللجنة المشتركة للدفاع عن معتقلي السلفية. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.